في بداية الجولة الثالثة أضفنا لكم تطبيق فيفو، منصة جديدة على السوشيال ميديا يمكنكم من خلالها التواصل مع شريحة جديدة من المتابعين، بالإضافة إلى أنه سيحسب ضمن معدل التفاعل في الترتيب العام. حملوا التطبيق الآن. شو؟ أهلا. شو اسمه؟ أهلا فيفو. سويني سويني اشرح اشرح واحد يشرح. ابلكيشن جديده اسمها فيفو بدنا ننزلها، وهيدي فيها كيف مثل انستغرام او شيء نتواصل مع المتابعين. هيدي من ضمن المسابقه، السوشيال ميديا. تدخل السوشيال ميديا يا فانز يا جيش، كل يوم لايف، كل يوم شيء. قاعدين على الكاوتش تشلقحين، نزلوا ابلكيشن جيبوا تفاعل جديد. يا جماعه هبطوا فيفو، خلينا نهبطوا الابلكيشن. هذا شو اسمه؟ فيفو. فيفو يلا يلا. الابلكيشن طلع ترند. الابلكيشن هذه جايز، اعملوا الاكونت حقتكم فيه نفس الاسامي حقتنا. ندخلوا بالكونت اتس دهبي. ثانيه، هو دايركتلي بس تفتح بحط لك اليوزر نيم تبع الانستغرام. ايوه، وبحط لك اسمك بالعربي بالانجليزي. بس هيدا فيفو اقولكم شو، مثل انستغرام يعني. حنشوف حنكتشف الحين يا جماعه، حنكتشف. حسيت حاجه جديده هذه يعني. أيوة. انا شفت حتى شكل البرنامج يعني تبارك الله، تحسوا في بالزبط التصاور والالوان بالزبط الحاجات يعني. نجم تحط فيه فيديوهات، صور، العاب، افلام، موسيقى، لوكيشنز، بليسز، في كل شيء يعني. وفي حتى رسائل تجم تتواصل مع المتابعين. انا صراحه حسيت انه المنافسه ظهرت تو، اول ما قال انه باش تتحسب كلهم مركزين، كل واحد بغى يشوف اشنو هذا البرنامج وكيفاش يقدر يستعمله. شوف قديش فين وصلت المنافسه. سايلنت ما شاء الله، كلكم مركزين حبايبي، برافو برافو. كل منا له هوية وشخصية فريدة يتميز فيها. جابة دورنا في الأكل، الموضة، الأماكن، الأغاني، الأفلام والكتب هي اللي تعكس حقيقة من نكون. بيحكي تطبيق فيفو هذه القصة بجمع كل الأشياء اللي تحبها في مكان واحد. مع فيفو تحفظ اللي يعجبك بسهولة من أي منصة، ومشاركة ذوقك مع العالم، وتكون صداقات جديدة مع أشخاص عندهم نفس اهتماماتك. حمل تطبيق فيفو الآن. واو، في حاجات كتير قوي مش موجودة في أي أبليكيشن، فهتساعدنا كتير. والحين صار تطبيق فيفو جزء من بولفار مواهب. طب بكره ولا من منصة من المنصات اللي بشي حسبوها في التفاعل بعد جيبوا لنا. تعرف شنو التحدي؟ والتحدي انه احنا كاملين غادي نبداو من زيرو، زيرو فولور، زيرو بوست، زيرو كل شيء. فهاد الشيء مهم بزاف، حيت غادي نشوفوا دابا شكون اللي غادي يختم اكثر باش يوصل ارقام عاليه في هذا البرنامج. اي حاجه تعملها فيه حتخليك تطلع فوق في التفاعل، حتزيد. فحيكون التنافس الشهر ده قوي، كلنا بادئين دحين من الصفر، ف يبان الاقوى. والحاجه الحلوه عندك باركود، يعني ممكن يعملوا له سكان بوم.